أول رد من زوجة الشرنوبي بعد حذف قلبي ارتاح من يوتيوب. بعد دقائق من حذف كليب قلبي ارتاح للمطرب محمد الشرنوبي من موقع يوتيوب، قامت زوجته رندا رياض بنشر صورة تجمعهما على حسابها بموقع انستجرام، وعلقت عليها بكلمات من الأغنية تقول: عرفت معنى الحب ايه أول ما عيني شافت عينيك، لقيت في حضنك اللي عايزة من الحياة، لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك. يذكر أن موقع يوتيوب حذف الأغنية بعد أيام من طرحها بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع الشرنوبي، وطلبت بحذف الأغنية لإخلاله بتعاقدهما. وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني قررت حذفها. وكانت سارة الطباخ قد قامت بمخاطبة الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها، ثم حذفت من كافة التطبيقات. وبعد ذلك خطبت يوتيوب واستجابت إدارته إحقاقا للحق واحتراما لحقوق الشركة. وكانت سارة الطباخ قد أصدرت تحذيرا بعدم التعامل مع محمد الشرنوبي بشكل منفرد، لأن عقده مع شركتها ما زال ساريا ولم يفسخ كما يدعي. وهذه ليست المرة الأولى التي تحذف فيها أغنية الشرنوبي، لأنها حذفت من قبل من شركة روتانا بعد أن اتفق معها على توزيعها. حذفتها بعد أن تأكدت من صحة موقف سارة الطباخ باعتبارها الوكيل الحصري له وصاحبة الحق الوحيد في التوقيع على أي تواجد فني أو إعلاني يشارك فيه. كان محمد الشرنوبي أعاد طرح الأغنية بعد أسابيع من حذفها عبر جميع المنصات الإلكترونية بسبب مشاكل إنتاجية، واحتفل مع جمهوره بتحقيقها 1,000,000 مشاهدة في 3 أيام. أعد الشرنوبي الأغنية خصيصا لزوجته رندا رياض التي شاركته الظهور في الفيديو الكليب الذي تضمن لقطات من حفل زفافهما إلى جانب لقطات سجلها عدد من الفنانين المشاركة في الفيديو. يذكر أن أغنية قلب ارتاح من كلمات محمد يسري، ألحان محمد الشرنوبي وتوزيع مصطفى حلواني، والفيديو من إخراج عادل جمال.